بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. خدمة السنة النبوية، هذا هو العنوان. ثمر لثبسة يثمثا بعد سلسلة من النشاطات في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي يعلى الزواوي الفلسي عفور بي. أقول للجميع: ثقل الله موازينكم بالحسنات. المساجد رسالتها متعددة الأبعاد، رسالة تعبدية، رسالة تربوية، رسالة تعليمية، رسالة إصلاحية. الجامع أما ذي ثمتي النغ ذي جدي ثنغ نغ ذي شرعي ثنغ يسعى أطس من الأهداف يظل ثم بلا شك مقصد تعبدي أدناس أنظار الجامع لنيل الأجر الكبير. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. تظلي في الجماعة ثيف تظلي ذي لاجر ما يظل يون وحدس أولا قي ذي الصح ماشي ذي الصح ورد يفكن دليل من السنة النبوية. معاد المشايخ، السؤال للحضور. نبدل شوية الطريقة، تفضلوا. نزريك بلي تظلي الجامعة خير نظلي ما يظل واحد السيون، ولكن في كيد الدليل يبالك فينا بخام خير يكسان لاجر أكثر فينا مداك صلاة الجامعة أفضل. تفضلوا جاوبوا بالصواب بالخطأ لا يهم، المهم نشاركوا. تفضل. صح، المعنى صحيح نص الحديث. شكرا، مازال أرجو نص الحديث. ولي الشيخ صالح ما إلا درت نفسيس الموضوع المحاضرة اسمه خدمة السنة النبوية. أمشرا قذش آمش أنحرز أمك أنحافظ أغفتريكا ننفي صلى الله عليه وسلم تزرم تريكايس ماشي تسمورث ماشي تزمورث يجي أخذ السنة سقوى اسمي السلام دور سقوى اسمي بذن فظليف أكال مثموث مال منموث أنسل باللي السنة 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 إيه يلا ذشو ذي الوجه في النغ أهل طاري لقات سنحفظ شوية نغ نسعى شغل. الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. في الرواية من ظن 25 جزءا، في الرواية من ظن ضعفا طروات تيرم. إلا وين دينا درجة، إلا وين دينا جزء مع الاختلاف في العدد 25، إلا وين دينا ضعف. هاثان ديجا نحفظيهم الحديث برواياته، خطر مهم جدا أن السين رواية الحديث ما تيسر، وسيأتي البيان كيف كان علماؤنا خداما للسنة، سيأتي البيان. حتى صافي نفهم باللي ورجوزارا أدنيني فنفي أي نردين نرى، هل يجوز؟ أسن قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قالش، هل يجوز؟ لا يجوز.
ما يجوز؟ لا يجوز. أعطيني الدليل. فكتي الدليل. شريوني السنة عرفت دي هضرك ذي قبها زماكي نيغ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ذا ولي قرزي لها أشكيث خدمي الدنيا في كما كنت متصدرة لفذا خدمي الآخر في كما كنت متضزكا. طبعا هذا ليس حديثا على وجه الإطلاق. إذن صافي وين دينا ولا ماكي مي مين السفيث النبي عليه الصلاة والسلام أسنيني لا لا يجوز. وهذا كان دليل دائما نعد المشايخ لتحريك فقط الأذهان وتحريك الهمم ولو على سبيل الخطأ. تفضلوا إليه الحديث قرد من ك بارك الله فيك ورد عايزين حديث يلا من الجمهور ليه من تفضل ما شاء الله. حديث صحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب عليه. هذا الحديث درجته كم إلى الحديث ضعيف الحديث الحسن حسن لذاته حسن لنفسه صحيح ماشي صحيح. حديث متواتر بلغ أقصى درجة الصحة. حديث متواتر التواتر يراد به لغة التتابع والتواتر يفيد القطع واليقين. القرآن ورد إلينا بالتواتر لا كما سمعنا الشيخ القرآن هكذا اللي كان يقرأه الصحابة والتابعون قرأ في تيزي وزو ولا قرأ في أي بلد في الكرة الأرضية كيف كيف لأنه محفوظ. القرآن هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي إلى آخره. هذه من قيود التعريف المنقول إلينا بالتواتر بالتتابع. نمس فهم؟ القرآن هل نزل ضربة واحدة جملة واحدة ولا شوية شوية؟ الجواب تفضلوا. مسجد أبي على الزواوي معروف بمستواه العلمي لازم ما نبقوش غير نستمع فقط لا لابد. اختار المسجد تولد لنا رسالته تربوية تعليمية وإلا ملايير تدفع في بناء المساجد. كانت مساجدنا زمان ماشي هكا زيك ابن الجمع هذا مشطوح كان سوا كان مي بسم الله ما شاء الله أكيد ندقم كانقي تم ختم سيدي خليل 50-55 مرة تم ختم تفسير القرآن الكريم تم ختم شرح كتاب الرسالة كتاب المتن ابن عاشر غسدي الحيف ولسان لكليماتيزور ولسان لطابي ولسان ولو ذي المحنة ذي الحيف يكون السائلق نحمد ربي نشكر الله قولا وفعلا نملك الوسائل نملك الماديات ولكن لا بد من مراجعة جريئة صادقة عميقة لحياتنا إلى قمن ريفيزيون لازم لازم. أقول هذا الكلام بحب سلحمالة إذني غاولي. إذن التواتركي النبي عليه الصلاة والسلام يزد فصل القرآن شويت شويت وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أم بعد الآية كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن نزل منجما موزعا على مدار 23 سنة في عهدين العهد المكي والمدني فبلغ وهو متواتر كله
من حيث الثبوت قطعي، من حيث الثبوت، من حيث الدلالة لا، هناك نصوص قطعية الدلالة في القرآن، هناك نصوص ظنية الدلالة في القرآن. أما الحديث عندنا نصوص حديثية قطعية، كيف هذا الحديث؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان أحاديث أخرى لا، ظنية في ثبوتها، ظنية في دلالتها. هناك أحاديث قطعية في ثبوتها، ظنية في دلالتها. هناك أحاديث قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها. هناك إذن هذه مسائل ومباحث لا بد أن تعرف. هذا الحديث رواه 102 من الصحابة، معلومة تضاف. الحديث اللي سمعتوه شحال اللي رواه؟ 102 من الصحابة، فلان وفلان 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 وفلان، 102. الله يبارك، عدد كبير جدا. وصلت المعلومة؟ دخلتها في الجسيال؟ 102. ولكن هناك صيغة أخرى لهذا الحديث، مش غير الصيغة اللي كاينة، كان صيغة أخرى، مفهوم؟ في القرآن كامل نقول لك، قال الله تعالى وزنوا بالقسطاس، لا بالقسطاس. أنت قلظن، ما وراه الصحيح وراه الخطأ، أنت صحان. وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالقسطاس لا بالقسطاس. ما شاء الله، إذن صحيحتان، ثقي الصحة ثقي الصحة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إميلا مالك يوم الدين يدرى، وراه الخطأ. صحنت ياكو، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، سورة الممتحنة. أنت صحان في سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي غيوحى، إلا نوحي إليه غيوحى إليه. أنت صحان تسناف أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المجالس الحوارية مهمة، زرمي غير مهمة، تفتق الذهن وتخلي الذاكرة مستعدة للاستقبال. مولاش سمحوا لي كثرت مجالسنا، أنا أخوكم ومحبكم يعني، صافي عندي حرية كبيرة في هذا الموضوع معكم، أنه لازم نهضر بلغة الصراحة. ما يسمش نسمعوا 100 محاضرة ولا 200 محاضرة من بعد يعني ده للفايدة. لازم نجتهدوا نديروا كما يديروا السلف، ستسمعون البيان بعد حين. إذن خدمة السنة ذغفلنا غياك. لم أنسى السؤال، رواية أخرى للحديث، الحديث المعروف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح بلغ أقصى درجة التواتر، رواه 102 من الصحابة. فرات هناك رواية أخرى تقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ولش متعمدا؟ خطر كي تسمع هذه الرواية ما تقولوش راك غلط، لا، أنت صواب وهو صواب، كلاكما على صواب. هذا مدخل خفيف ظريف باش نبدأ دروك رحلة خدمة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن بعث نبي رسول، داين يغرد النبي، أصبح كل ما يصدر عنه سنة، ولا لا لا، سل القرآن الكريم، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وين جت هذه الآية؟ دائما معاد المشايخ اجتهدوا ولو بالخطأ، عندنا 114 صورة إن شاء الله تقول في صورة الفاتحة، قولوا برك تقريبا وما أتوا، يا أخي سمعناها كش 1000 مرة ولا لا لا، شكون ما سمعش هذه الآية يقول سمعناها هكا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وين جاية هذه الآية؟ سؤال ما عدا المشايخ، شكون اللي يكملها؟ شكون يكمل الآية؟ باش نقول باللي السنة عندها قيمة تشريعية، كان القرآن وبعدين السنة، ولا لا لا لو برانسيب دو ليجيتيميتي، هذا هو مبدأ الشرعية، القرآن الكريم، بعد القرآن تأتي السنة النبوية، رانا نتكلموا عليها اليوم اللي هو خدمة السنة. الآية هذه شكون يكملها منكم يا جماعة الخير؟ تفضل. أنا قلت من يكملها؟ بون، جاوبت على السؤال الأول، سورة النساء. كمل، كملها برك. وين جاية هذا اللي في سورة النساء الآية 58؟ عندك 10 على 10. كاين واحد آية تشبه لهذه شوية. هذه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه في سورة النساء الآية 58. كاين أيضا في سورة المائدة، شكون يقرأها لنا؟ دقيقة للتشاور والتفكير. كاينة ولكن عصر حك من متشابه الآيات باش ما تغلطش. هذه ما قالش يا أيها الذين آمنوا. ممتاز. شكون اللي قال وأطيعوا؟ كمل وأطيعوا. لا لا، ما كانش الأمر منكم، ما كانش. شفتوا؟ شفتوا آية متشابهات؟ وشكرا جابها صح، موجودة في سورة المائدة الآية 92، ولكن ماشي هكذا، ما كانش هو الأمر منكم. هذه فين تنازعتم؟ راه في سورة النساء. حبالكم نقولوا لمشايخنا جزاكم الله خير، هم راهم يصليوا بينا، حنا نصليوا مأمومين وتهنينا، أو كيفاه؟ قول لكم أنا غلط. على بالك الناس بكري يقول لك هذا الصف هذا الحفظة هنا. الآية متشابهات. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وين جاية هذه الآية؟ في سورة الأنبياء الآية 92. كاين واحد آية تشبه هذه بزاف، شكون يقولها؟ كيما هذه تشبهها من متشابه الآيات. وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هاو شوية برك تغلط، كيف أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه في سورة الأنبياء الآية 92. كي تروح لسورة المؤمنون الآية 52، ولكن ما قالش وأنا ربكم فاعبدون، قال وأنا ربكم فاتقون. لو كان تروح لك هذه فاتقون فاعبدون، تروح تغلط، تخرج من السورة تدخل في السورة. إذا كنت تصلي بالناس ورحت لازم يفتحوا عليك يرجعوا عليك. أنا قلت هذا الكلام باش يكون عندنا في حالة حضور، أكتفي بهذه المقدمة. الصحابة كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، اسمي صن صحابة. ما معنى تعريف الصحابي؟ شكون يعرف الصحابي؟ تعريف الصحابي تفضل. هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون راجل ولا امرأة ولا زيد، وآمن به. أعطيك الصحة، لازم يكون مؤمن، خطر من أبو جهل تلاقى مع الرسول، أبو لهب عمه كانوا في كيف عائلة واحدة. ومات على ذلك، مع لازم يموت على الإسلام، ما يموتش مرتد ولا، باش نقولوا هذا صحابي. وهناك من يضيف ولقيه لالتقى به مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا. هي عدو من إسكانير، كاين ديسكانير في علوم الشريعة كما راهي موجودة في جميع العلوم الأخرى
لا بيولوجي لا ميديسين لا انفورماتيك لا استرونومي لا جيولوجي، العلوم كلها محترمة. علوم الشريعة هذه مهمة جدا، لها خدام. ما ناش في الموضوع الصحابي باش نطولوا فيه. الصحابة كانوا يسمعون الأحاديث ولا لا؟ لا، القرآن يحفظوه ينزل شوية شوية. على بالك كان من الصحابة اللي يعرف الآية وقتاش نزلت، لي سيركونستانس اللي سموها أسباب النزول اون ديتاي. يقولك هذه الآية نزلت لهي لهي بالمناسبة بكلش. وكذلك عندنا أسباب الورود بالنسبة للحديث، كاين أسباب النزول بالنسبة للقرآن، هناك أسباب الورود بالنسبة للأحاديث. الصحابة، أشكون الصحابة الذين يكثرون من الرواية، اللي داروا بزاف أحاديث، رواوا بزاف أحاديث؟ شكون أكبر صحابي اللي روى بزاف؟ أبو هريرة. ممتاز. أشحال الأحاديث اللي رواها؟ أبي بري 100 200 1000 2000، 5000 سواسوا. عندك 8 على 10، زيد شوية برك. لا 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 لا، 5374 بعد التحقيق، 5374. اللي جا جوست ابري المرتبة الثانية، صحابة نرتبوهم؟ لا لا، عبد الله بن عمر وليد عمر بخطابة، ماشي عبد الله بن عمر هذاك نتاع بن العاص، لا، عبد الله بن عمر أروى 2630 2630، وبعدين أنس بن مالك، وبعدين تأتي السيدة عائشة المرتبة الرابعة. شحال روات السيدة عائشة؟ أمنا عائشة رضي الله عنها، ها 2000، سمعت 2000 حلوة، كمل. ممتاز، 10 على 10، 10 على 10، 2210. هذه مجموع الأحاديث اللي روتها السيدة عائشة. شكون اللي جاء بعدها؟ صحابي جليل ابن عباس. ابن عباس جاء بعد السيدة عائشة المرتبة الخامسة، أروى 1660 حديث، يعني تقريبا إلى غاية 70 صحابي موجودة عندي بالتفصيل، كل واحد شحال روى. ولكن هناك مكثرون هناك مقلون. تلقى واحد خالد بن الوليد مشغول مشغول، تعرفوا خالد باش مشغول، يروح يحفظ لك السنة، يحفظ يعرف، لكن ماهوش كما أبو هريرة ولا ابن عباس ولا أنس بن مالك. سيف الله المسلول مشغول بحاجة أخرى. هي تلقى زيد بن ثابت اللي هو النوتير نتاع الصحابة، أعلم الصحابة بالفرائض، ومرواش يعني كثير. ولكن الأحاديث المتعلقة بالفرائض يتقنها حفظا وتطبيقا، تيوري براتيك، اللي هو زيد بن ثابت هو اللي يعرف الفرائض. وحنا على بالكم كنا ندرسوا هنا، ومازال نرجع قريب رمضان نرجعوا نكملوا دروس الفرائض هنا في هذا المكان، علم المواريث. إذن صافي الصحابة داروا لي عليهم، ما عندهمش الانترنت لوجيسيال، ما عندهم ولو، يعتمدون على الذاكرة، يخافوا ربي زيد، يحفظوا السنة النبوية زيد، يرويوها يكثروا بالرواية باش ما ينسوهاش، وهذا يذكر ذاك. ولكن بعد ذلك الصحابة راه القرون تفوت، جاء خدام السنة. طبعا ما نقدرش هذا المبحث طويل وعميق جدا، تنقطع فيه الأنفاس، خاصة واحد الموديول واحد المادة اسمها علم الرجال. شوفوا عليها، هذا من علوم الحديث، علم الرجال. علم الرجال علم تنقطع فيه الأنفاس، ألف فيه كثير من العلماء، منهم واحد حافظ بلغ هذه الدرجة،
حنا دروك عندنا سيزيام البيام الباك ليسونس، هذه واش عندنا لانجينيور؟ هاو بكري عندهم حاجة أخرى. كيقول لك الحافظ، نقول لك مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، نقول لك الحافظ الذهبي، نقول لك الحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي. هاو كلمة الحافظ جبل وصف يوصف به الجبال نتاع العلم. ألفت كتب كثيرة في هذا المجال الدقيق، منهم واحد الكتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال. أشكون اللي كتبه؟ يعني ينقل الكاتب نسأل على الكتاب، ولا نقل الكتاب ونسأل على جبل ربي أسهل كي نقل اسم الكتاب عنوان الكتاب. يلا اجتهدوا، قلت دائما ما عدا المشايخ، احترامي للجميع، ولكن خليوني اليوم نهزكم انتم. استقبال قرنك كما كما يهزك يعزك، استقبال كي قرن لا ممكن نلقي محاضره ونروح عادي، نلقي محاضره اعطي معلومات وبعدين السلام عليكم. لا لابد كي دخلت الجامعه قلت نبدل الطريقه، ما نديرش غير الالقاء، نسال، وعندي حق نسال وعندكم حق تسالوا، يعني سيريسيبروك متبادل. الجواب الكمال في أسماء الرجال من الكتب المشهورة في علم الرجال، مؤلف هذا الكتاب هو الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. هذا الكتاب كتاب مرجع سورس ماشي ريفيرونس، خاطر مي في لا تيرمينولوجي كاين حاجه اسمها ريفيرونس اللي هي مرجع، وكاين حاجه اسمها سورس، لي سورس مصدر، متفاهمين؟ المهم تكتب في الكتاب ولا دير ان اكسبوزي ولا ما تخلطش، لازم تصنفهم لو كلاسمون يكون صحيح. كاين مصادر لي سورس، كاين المراجع للريفيرونس. هذا الكتاب اللي قلته هو سورس ماشي مرجع. علاه سورس؟ لأن العلماء كيقراوا هذا الكتاب يا حسره، هناك من عمل على تنقيحه وتهذيبه والاستدراك عليه، كتبوا بزاف كتب، أكثر من 20 كتاب. منها كاين كتاب ألفه، أي نقول تهذيب التهذيب، نقول العنوان، سمعتوا بهذا العنوان؟ تهذيب التهذيب، هذا للحافظ الذهبي صاحب كتاب مشهور سير أعلام النبلاء، عنده 16 مجلد. هذا الإمام الذهبي ذي سميسي ذواليس يخدمد كتاب للتعليق على الكمال في أسماء الرجال تحت عنوان تهذيب التهذيب، ولكن لك حافظ واحد آخر كلهم حفاظة، أنا ما قلتش ماستر ولا دكتوراه ولا ليسونس ولا البوام، أنا قلت الحافظ، أنا قلت لكم وصف الحافظ ماشي سهل، نتمناو ترجع هذه الألقاب القديمة على الأقل في مضمونها. الزرق كنت كسر سيزيام الباك البيام ذاين نغرق، مي لو كونتوني نفغا ماشي سوف لا يشبح يرقم كمل ثاس داخل مثل دي غيركا يمزوق من برا وشحالك من داخل. وعلى بالي الأساتذة والشيوخ يعلمون جيدا ماذا أقصد، ما يعطيش الدكتوراه ولا يعطي ليسونس ولا يعطي، لا حبينا المضمون يترجم هذا الشكل او هذا الوصف. كاين كتاب اسمه تهذيب التهذيب للحافظ الذهبي، ولكن كاين كتاب يحمل نفس العنوان، العنوان نفسه اسمه تهذيب التهذيب لمن؟ ممتاز 10/10، اليوم راك معمر ب 10/10.
نحتاجك من بعد. نعم كتاب آخر اسمه تهذيب التهذيب، كيف كيف، ولكن لمن؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني، عنده كتاب في الحديث مشهور اسمه إيه؟ لم أفهم. شرح البخاري، صحيح البخاري، عنده كتاب في الحديث، يعني في أحاديث الأحكام، نعاونك شوية، في أحاديث الأحكام وتلقاه بلوغ، هاي بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نقول لك شحال الأحاديث اللي جابها، هذه خليها من بعد باش نعطيك شهادة أعلى من بعد، ماشي ضرب. جمع أحاديث الأحكام سبيسياليزي، يجمع داك أحاديث الأحكام، أما ذي العبادات، أما ذي المعاملات إلى آخره. الحافظ ابن حجر العسقلاني ألف كتابا يحمل العنوان نفسه تهذيب التهذيب، ولكن عنده كتاب آخر على كتاب الكمال من أسماء الرجال، ما اسمه؟ سميث؟ لا لا، راك تحوم حول الحومة، راك في الحومة تدور. سميث تقريب التهذيب، إذن كاين تهذيب التهذيب، كاين تقريب التهذيب. إذن ذكرنا هؤلاء باش نقول بلي كاين خدمة، هؤلاء كانوا خداما للسنة، من خدام السنة البخاري صاحب الجامع الصحيح، من خدام السنة الإمام مسلم، من خدام السنة صاحب المسند الإمام أحمد بن حنبل، من خدام السنة صاحب الموطأ لمن؟ وهو أول كتاب ألف قبل البخاري، قبل مسلم، قبل المستدرك، الاستدرك المستدرك الإمام الحاكم وغيرهم، هو أول كتاب، وهو الذي خضع لمنهجية دقيقة في خدمة السنة. نتكلموا على خدمة السنة، راجع كتاب ابن خلدون الجزء الثالث الصفحة 940، يعطينا مسألة دقيقة، كان يتكلم عن مناهج العلماء في خدمة السنة النبوية، وبعدين قالك أقوى المناهج هو المنهج انتاع أهل الحجاز، أهل الحجاز، أهل الحجاز بالسعودية، هو يقول هذا ابن خلدون. ابن خلدون عالم محقق بالمناسبة، ابن خلدون معروف برمي الشيوخ انتاعه واحد قبيلي وعنده باسمه زاوية، شكون يقوله؟ ما تقولوهاش ما نكملوش. ابن خلدون معروف في العالم، في الاقتصاد، في الاجتماع، كي تلقى هو مع دوركايم حاجة كبيرة انكومبارابل من حيث عمق نتاعو، مع مثلا ريكاردو في علم الاقتصاد، مع آدم سميث، هو رجل كبير ابن خلدون، علامة ابن خلدون صاحب المقدمة، من الشيوخ اللي قراوه واحد من الزريعة نتاعنا. تفضل طبيب ولا الشيخ؟ انا عمي هذا سيدي احمد ودريس، ثلاث معمرث اسمي ستي معمرث سيدي احمد ودريس اندث لا الحمد لله سيدي عبد الرحمن قفليس، من بعد قفليس شرا المتراث ذيني ثلا في ظلمض ثم معمرث سيدي احمد ودريس. سيدي أحمد بن دريس هو من شيوخ ابن خلدون. علاش كاين عندنا حاجة اسمها ترجمة مهمة؟ قبيلة ذكرت لكم سير أعلام النبلاء، يا أخي سمعتوه 16 مجلد للإمام الذهبي، كان يترجم العلماء، لو كان دير هكذا الرقم 189 تجد ترجمة الإمام مالك عادي، تغسلتوا أنتم زريعة تاع الإنترنت سهلة، تدير هكذا وتجبدها من يعني 189 يقول لك الترجمة الإمام مالك ويحكي عليه. لذلك كي نقول ابن خلدون مشهور، سيدي أحمد بن دريس يا ربي إذا كان يتوس نغورنا ما نسنيث كان نكوني ديجا الخير رباح، عندني ظني خوص نكوني إذا قد نهضر في الناس، إذا قد أبوي على الزواوي
أنا عامل الحمد لله بالمناسبة اللي راهم يسميوا المساجد بأسماء العلماء. الإعلام على بالكم أول واحد شرح كتاب نتاع الإمام مسلم صحيح مسلم هو جزائري قبيلي، أول شرح. إن شاء الله يا ربي تكون كاش فرصة نجيب لكم 14 من علماء الجزائر الذين خدموا السنة النبوية خارج الأوطان، مش غير هنا في بلاد الحجاز خاصة، وتفض الزواوي زواوي زواوي. إذن هؤلاء شيوخنا الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي سقاث منقلات يحفظ كتاب المختصر الفقهي للشيخ خليل ثلاث شهور أكذا ذو النفس أكذا 15 يوم. لو كانت يحفظي وندي 40 سنة السينيغ بارك الله فيك 40 سنة مقار يوعار نتسي يحفظيث في ثلاث شهور ونص. ذاكي اسمي الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي ميمو قادك يخدم السنة، وسيأتي البيان على حسب الوقت اللي بقى إن شاء الله. برك مازال شوية العشاء. الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري، الشيخ الرزقي كما قال الشيخ محمد صالح الصديق، الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري. إذ نجمعة الخير ابن خلدون في كتابه المقدمة في الجزء الثالث في الصفحة 940 يقول افتح القوس: وسيد الطريقة الحجازية، بعدما ذكرها بالمدح والثناء قال وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. انظروا الأدب يتوربى خطر السلف على الرأس والعين. أنوى إنك عالم المدينة صاحب الموطأ، موطأ الإمام مالك ربي يرحمه ويرحم الجميع. عبد الله بن المبارك ننس يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة فذان الغشي سيد ديفن فنفي أنا عميه سيد ديفن فلاس ديريكت سعمت اللغة العربية تعرفت جهد يلا كقرص قبيلي ثقنا لنك الديضيمي تغسوا الناس ننسى بوهاية الأعراض مش استقبيلي في السولا ننسى يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ظهرت حركة الوضع في الحديث إن يستعيش لها الجهابذة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يكفى ووال. إذن بعدما ذكرنا خدام السنة منهم عبد الله بن المبارك اللي ذكرناه وصال الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود أصحاب السنن الإمام النسائي إلى آخر صح أصحاب المستدركات مثل صاحب المستدرك الإمام الحاكم وغيره من العلماء. ورب سبحانه قدر في كل زمان من الرجال والنساء، اسمحوا لي باش ما نغلطوش، ماشي غير الرجال. تقرأ في تاريخ خدام السنة نجد رجالا كثيرين ونجد نساء في كل زمان. صاحب أعظم كتاب في علم الأصول اللي هو تاج الدين السبكي اللي عاش 44 سنة برك مزي 44 سنة اسميس جمع الجوامع عنده شيوخ برمي الشيوخ نتاعو امرأة شكون يقولها معروفة معروفة جدا خادمة من خدام السنة زينب بنت الكمال شفو ثاس زينب بنت الكمال شيخة محدثة خادمة للسنة هي معلمة تاج الدين السبكي كما ذكرنا عاشت 94 سنة 94 سنة عاشت. العلماء الذين ترجموا لها قالك خدمت السنة أكثر من 70 سنة. وفي كل زمان نذكر الآن في عصرنا المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه وعائلة شاكر الله يرحمهم، والوقت لا يسمح باش نفصل لأنه الطرف الأخير نطرح السؤال وبعدين نعطي واحد الإجابات مهمة في المجال. إيه هي طرق التحمل والأداء؟ دائما أسئلة لغير المشايخ.
هذا موضوع مهم جدا. هؤلاء تحملوا السنة ثم قاموا بأدائها ولا لا؟ لا، كي تقرأ كما شرحنا في متن المحاضرة. الآن آخر سؤال نعطيه لكم، ما هي طرق التحمل والأداء؟ وفي سؤال آخر فرعي، عددها كم؟ تفضلوا، أنتظر الإجابة. تفضل، كم عدد طرق التحمل والأداء؟ 8. شفوا عليها، 8 ماشي 9 ماشي 12، 8. منها السماع. لذلك اليوم درنا طريقة حوارية، طريقة والله غير دخلت في الباب قلت والله غير نبدل الطريقة، بزاف كثرت المحاضرات والدروس وكذا، ولكن لابد أن نهيئ عقولنا للفهم والحفظ والضبط والأداء. اليوم الأرقام ذكرناها كامل والمعلومات، أنا بودي غدوة أي واحد منكم يقولها يؤديها للغير، باش العلم هذا ينتقل وينتقل بالسند. لذلك الطريقة من طرق هي طريقة السماع. شكرا، زيدوا لي أو بقوا 7. القراءة على الشيخ، صحيح، زيد. الإجازة، الوجادة والوصية، ما شاء الله. أيضا عندك 8 على 10، نخلي زوج خطر ما نشعر إذا كنت كملهم ولا لا. لا صافي، إذن عندك بزاف 10 على 10، وزيد عندك 8 على 10. نحبسه هنا لأن الوقت خلاص. آخر حاجة، كيف نخدم السنة نحن لعايشين في 1445 الموافق ل 2023 وبالضبط يعني راك تعرفوا بلا ما نطولوا نخدمها. أولا المسألة الأولى، نعرفوا باللي السنة هي وحي، وحي ربي اللي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة، تقول لي ليش نسيته؟ الحشر، الآية. أم بعد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وإلى وين جاية هذه؟ سورة النساء. وين جاية في سورة أخرى؟ آية شبيهة في سورة المائدة. إذن وعرفنا باللي السنة قد تكون موافقة القرآن وقد تكون مبينة، وإذا كانت مبينة قد تكون بتخصيص العام أو بتفصيل المجمل أو بتقييد المطلق إلى غير ذلك من المباحث. إذن دورنا نحن لابد أن نعلم هذه الحقيقة باللي السنة وحي. المسألة الثانية، لازم نقرأ تاريخ خدام السنة. اليوم ذكرنا كثير منهم والحمد لله، نقرأ الترجمة نتاعهم. خطر كنت قرأت تاريخ نتاعه، تاريخ الإمام الحاكم ولا الإمام البخاري ولا عبد الله بن المبارك ولا زينب بنت الكمال ولا الإمام الذهبي ولا ابن عبد البر ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا صاحب الكمال في أسماء الرجال ولا صاحب التهذيب تهذيب التهذيب الإمام الذهبي ولا الحافظ. نقراوهم طبعا، القراية ماشي في اليوتيوب 4 دقائق، من مدمرات العلوم الآن لاستخدام السيء للتكنولوجيا. يقول لك نقرأ 13 دقيقة نجيب علوم الأولين والآخرين، خلل منهجي لا يرمم غير قابل للترميم. قرأوا، لازم الكتاب الورقي لا نستغني عنه، صحيح قرأوا الله يعينكم في هذه الكتب الرقمية وكذا عادي، لكن حذاري ديروا قطيعة ولا نديروا قطيعة بيننا وبين الكتاب الورقي. نقرأوا تراجم هؤلاء. أيضا طريقة أخرى هي الحفظ بقدر الإمكان. سمعنا اليوم بعض الأحاديث مع الروايات، هذه مهمة. كي تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، سمعت الأخلاق، جيبوا لي حديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق. وأكيد المدرسون الأوائل هدروا بزاف على الأخلاق يقينا، جيبوا لي حديث على الأخلاق
خلاص باش نكملوا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسن. زيدوا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه مشهورة في الكرة الأرضية هذه الرواية. كاين رواية أخرى ماشي مشهورة وصحيحة، هي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية نزيدوها باش تقول أنا في المجلس العلمي، هذه مجالس العلم، أن استفدت رواية كما ذكرنا قبل الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ولم يعرفش الرواية، لم يعرفش الرواية يقول لك راك غلطان، وهذه معروفة عندنا، واحد ما يعرفش حاجة يقول لك غلطان، لا في اللغة ولا في كل شيء. قلوا لا لا، هذه الرواية صحيحة، خرجها الإمام البخاري في كتابه الثاني الأدب المفرد رقم الحديث 273، تلقاه يقينا ورقمه. إذا حفظت هذه حفظت هذه، إذا نجتهد جميعا كما رأى نجتهد في حفظ القرآن، وتعقد الله يبارك مجالس لتكريم حفظة القرآن، أرجو أن تعقد مجالس لحفظ السنة النبوية. نتمناو منا العام الجاي، من المولود اللي جاي النبوي الشريف، ولا رمضان اللي جاي، ولا يكون عندنا شباب حافظين اللي يحفظ 100 حديث 200 حديث بالسند والمتن. ذلك ما كنا نبغي، وما ذلك على الله بعزيز، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكل من سار على الدرب وصل. إذن هذا هو موضوع خدمة السنة النبوية. شكرا على حضوركم، شكرا على مشاركاتكم، جزاكم الله خيرا، نلقاكم في فرصة أخرى إن شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمة الله.